السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي في جميع محافظات مصر. جبنا لكم النهاردة إن شاء الله يا جماعة كده بشرح، عشان يعني بناء على طلب الكثير من الطلاب سواء اللي معانا على المنصة أو اللي بيتابعنا عموما في أي مكان بأي طريقة. إحنا يا جماعة إن شاء الله بدأنا نوفر لحضراتكم المذكرة بتاعتنا، أصبحت متاحة حاليا للشحن، وده بعد تأخر كبير مننا وإحنا بنأسف عن التأخير ده، بس يا جماعة إحنا الحمد لله قدرنا إن إحنا نعمل الإضافة دي بناء على طلب حضراتكم. بالنسبة يا جماعة للمذكرة بتاعت الباب الرابع اللي هي الكيمياء الكهربية، المذكرة حاليا أصبحت متاحة للشحن وتقدر تحصل عليها بكل سهولة جدا. هتحصل عليها ازاي؟ لو انت معانا على المنصة هتخش على المنصة، هتلاقي ان في ايقونة جديدة ظهرت عندك اسمها احجز المذكرة الان، هتدوس عليها هيدخلك على حاجة اسمها بوك ستور نت. بوك ستور نت يا جماعة انت ممكن تخش تحجز عليه اللي انت عايزه، طبعا سواء كتب مختلفة لمواد مختلفة. اما بالنسبة هتنزل هتلاقي مذكرة اهو الكيمياء الكهربية ظهرت عند حضرتك. المذكرة دي يا جماعة تخش تحجز العدد اللي انت عايزه، وهنا طبعا يا جماعة حجز العدد ده هيوفر لك كتير لو انت بتحجز ليك والمجموعة من اصحابك. ليه حضرتك؟ لان انت بيجي لك التوصيل ده على الشحنة، فيفضل ان الطلبة تحاول يبقى مجموع عدد من الطلاب حاجز مع بعضه، وبإذن الله يا جماعة المذكرة هتوصلك بإذن الله في موعد أقصاء 7 أيام مما تحجزها، ده أقصاء، وإنها ممكن توصلك في يوم أو يومين، وده لحد باب بيتك وبطريقة سهلة جدا. ودي الطريقة اللي احنا إن شاء الله هنبدأ نوفر لك بيها المذكرات بعد كده، لأن للأسف في بعض الناس بدأت تاخد المذكرات دي وتنسبها إلى نفسها، وده شيء مش كويس خالص. احنا كنا بننزلها لك عشان الطلبة كلها تنتفع، وإنما دلوقتي أصبحت المذكرة سهل جدا توصل لحد باب بيتك وتقدر تتعامل معاها بشكل جيد جدا، لانها هتكون ورقية وهيوصلك منها العدد اللي انت عايزه لو عايز تحجز ليك ولزمايلك مع بعض، وده طبعا هيوفر عليكم جدا في تكلفة الشحن. بنحب نطمن الناس كمان كالعادة ان شاء الله ان احنا مكملين معاك خطوة بخطوة لحد اخر السنة، نسأل الله بس لينا وليك السداد والتوفيق والقبول. هتلاقي كمان اسفل الفيديو اللينك بتاع بوك نت ستور والرقم الهاتف اللي ممكن تتواصل معاه لو في اي مشكلة واجهتك، وبإذن الله يا جماعة هتكون الطريقة دي هي الطريقة اللي هنتعامل بيها مع كل المذكرات، سواء مذكرات الشرح أو مذكرات المراجعة في الفترة الجاية. نسألكم بس الدعاء لينا دايما كده بالسداد والتوفيق. أشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.